السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia soalan yang pertama dari surah An-Nisa ayat 87 juzuk yang kelima muka surat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Sambung kami menyatukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-A'raf ayat 54 juzuk yang ke-8 muka surat 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أولانكم ليتوسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء
فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. حسبك. Soalan yang ketiga, Surah Sad ayat 21 juzuk yang ke-23 muka surat 454. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi idz tasawwarul mihrab. Ulang kami yang teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. حسبك. Soalan seterusnya di bagian tafsir. Soalan yang pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Surah Yunus ayat 17. Soalannya, sila terjemahkan ayat tersebut dengan sempurna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah أو كذب بآياته atau yang mendustakan ayat-ayatnya. إنه لا يفلح المجرمون. Sesungguhnya orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Jawapannya tepat. Soalan yang kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi maksud ayat berikut. Maksud ayat, doa, yakni ucapan persembahan mereka dalam syurga itu ialah Subhanakallahumma, yakni maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah salam, yakni salam sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. دعواهم فيها سبحانك اللهم
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. فتح الله عليك. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.